حيس تعيش يومها الأول بعد التحرير، مهمة استغرقت أكثر من شهرين. دخل بعدها الجيش هذه المدينة الواقعة على مفترق طرق هام يصل محافظة الحديدة بكل من محافظتي تعز وإب. أحكم الجيش سيطرته على ثاني أهم مدينة في محافظة الحديدة بعد ساعات من الاشتباكات العنيفة التي تركز معظمها في محيط المجمع الحكومي وإدارة أمن مديرية حيس. جاء ذلك بعد أن تقدمت وحدات قوات ألوية العمالقة والمقاومة التهامية من الجهة الجنوبية للمدينة. الضغط العسكري الهائل بالإضافة إلى التدخل النوعي لطيران الأباتشي أجبر العشرات من مسلحي الميليشيا الحوثية على الفرار، مخلفين وراءهم هزيمة نكراء أخرى في هذه الجبهة الواقعة على الساحل الغربي لليمن. تكمن الأهمية الاستراتيجية لتحرير حيس بنظر المراقبين في أنها أصابت الميليشيا بشلل كبير وعطلت المفعول القتالي للانتشار المسلح للميليشيا في المناطق الشمالية الغربية لمحافظة تعز المجاورة للحديدة من الناحية الجنوبية، خصوصا في موزع والوازعية ومقبنة، بالإضافة إلى الانتشار الحالي للميليشيا في المناطق الممتدة على طول الخط بين تعز والحديدة، خصوصا في البرح وهجدة والرمادة. وتشير المصادر الميدانية إلى أن الجيش والمقاومة يفرضان حاليا سيطرتهما على مفرق حيس العدين إلى الشمال من مدينة حيس، ويواصلان التقدم باتجاه شمال المدينة المحررة ويخترقون صفوف الميليشيا في مشارف الجراح وسط اشتباكات عنيفة. يأتي ذلك فيما انتشرت وحدات القوات السودانية المشاركة ضمن قوات التحالف في ميناء الحيمة الواقع على البحر الأحمر. ومع انحسار المعارك عن مدينة حيس تبرز الأولويات الإنسانية والإغاثية وأهمية تطبيع الأوضاع في هذه المدينة، وفي المقدمة من ذلك إعادة تأهيل المستشفى الوحيد الذي تعرض للدمار والنهب على أيدي الميليشيا المندحرة، بالإضافة إلى تأمين الاحتياجات الأساسية لسكان المدينة الذين عاشوا لحظات صعبة وعسيرة خلال الفترة الماضية.